ابو الرار. شو يا حبيبي؟ يا ابو الرار. شو يا قلبي؟ صديقي صار لي فتره يا زلمه عم بتعرض لمواقف صعبه. كلنا هيك يا زلمه. اصحاب دخلك انت؟ ايه شوي. رودريج ما تاخدها هيك بسهوله لخي. مواقف صعبه لدرجه عم بحس عبقى على صدري يا زلمه رح اختنق. اوف. مثل ما عم اقول لك. هالقد؟ ايه. طب كيف يعني ما مفاوض؟ احكي تفاصيل اكثر كيف يعني؟ لخي من الاخر. شو؟ اذا انا جيت سالتك هلا كيف الشغل؟ شو بتقلي؟ شو بدها تفكير يعني انه بدها زكا بهالايام عم تسالني كيف شغل؟ ما في شغل، اقتصاد بالارض، البلد مقفله، صفر، مالك قاعدين. ها؟ شفت؟ شفت كيف عم بتقولها هيك انت بسهوله؟ عم بتقولها هيني طالعه معك هيني خيي. انا ما فيني اقولها هيك يا رودريج، ما فيني. شو عم بحكي ياباني وكاتوني؟ ما انت كمان فيك تقولها. شو؟ يا خيي ما فيني. شو انت ناسي انه انا عوني؟ ما فيني اقولها، بضرب العهد. ممنوع اقولها هيدي انا. ايه طفران وكحيان معلم، بقول لهم كل شيء تمام، مصاري، الوضع بجنن، شو بدي اقول لك؟ رح موت يا زلمه، مختنق. عم بختنق يا رودريج.